بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقة جديدة. الدولار واولى صفقات البريكس، هل بالفعل اولى صفقات البريكس دي هتتسبب في حل مشكلة الدولار؟ يعني هيكون ليها تأثير اكتر من المليارات اللي سمعنا عنها الاسبوع الماضي من الحكومة، ولا ده وده هيقضي تماما على السوق الموازية؟ هنشوف دلوقتي حالا ايه حكاية اولى صفقات البريكس، كانت مع دولة ايه، ايه اللي هيحصل بالظبط، وايه نوع التعاون، هيكون حجمه قد ايه، وهيقضي تماما على مشكلة الدولار ولا لا. هنتكلم مع بعض في كل التفاصيل دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. امبارح وصل الرئيس البرازيلي للقاهرة، او لمصر يعني، اللي اصبحت عضو من اعضاء البريكس، واللي هدفه من الزيارة هي كانت بداية التعامل بالعملات المحلية، زي ما اتكلمنا قبل كده قصة البريكس، انه حضرتك تتعامل معاه بعملته وهو يتعامل معاك بعملتك، فيتم الاستغناء عن الدولار على الاقل ما بين البلاد اللي هي اعضاء في منظمة البريكس او في تكتل البريكس، وكمان التعاون بنظام التبادل او المقايضة، بمعنى انه انا يعني ممكن استعمل حكاية العملة دي في سلعة مش موجود عندي حاجة بديلة ليها، لا احنا دلوقتي ممكن انا اديله سلعة وهو يديني مكانها سلعة معينة لو انا بحتاج لنفس السلعة دي خلاص، وانا بستوردها من المكان ده، زي انه احنا مثلا بنستورد منهم البن، ممكن انا اديله البن، انا هو يديني البن وانا اديله سلعة تانية بنظام المقايضة زمان لو تفتكروا. وكمان في كلام عن تبادل اقتصادي وتوطين لصناعة البن في أراضي مصرية قريبة من مدينة العالمين الجديدة، كمان تعاون بمليارات في بعض الصناعات التكنولوجية اللي الحقيقة البرازيل متميزة فيها جدا جدا، كمان هيكون في تعاون بين البلدين في إحياء طريق تجاري وسياحي بين البلدين، واللي أهم من كل ده إنه حضرتك هتبدأ تاخد أصوات أو هيكون عندك تكتل أو تحالف علشان خاطر حاجة مهمة جدا، وهي الهدف من البريكس أو الانضمام للبريكس. الهدف الأساسي يا جماعة من الانضمام للبريكس إنه حضرتك بمنتهى البساطة والوضوح والصراحة لما تحتاج لي كارد من بنك التنمية الصيني اللي هو بتاع التكتل ده، تقدر تاخد من التكتل ده او من البنك ده كارد، ولكن بشروط ميسرة ليست معسيرة زي شروط صندوق النقد الدولي. فازاي ممكن اقدر اخد الكارد ده لو انا مش معايا اكتر من دولة واقفين معايا وهيصوتوا لي انا، او هيكون تصويتاتهم لي انا؟ من الاخر انا دلوقتي بعمل تحالف بيني وبين اكتر من دولة. طيب هيكون في الأيام اللي جاية في تبادل بالمليارات؟ الحقيقة لا. طيب ده ياخدنا للسؤال الأهم، هل ده معناه إنه الصفقات دي أو التعاونات دي هي اللي هتقضي على مشكلة الدولار؟ الحقيقة لا. القصة كلها في إنه حضرتك زي ما قلت لك لو احتجت تقترض من بنك التنمية الصيني تلاقي ناس واقفة معاك. أما موضوع حل مشكلة الدولار بسبب التعاملات بالعملات المحلية هيكون ليه أثر، ولكن على المدى البعيد مش دلوقتي حالا، هي دي الفايدة الوحيدة لبريكس دلوقتي. طيب دلوقتي في كل الاتجاهات، من كل الاتجاهات في ضغوط على الاقتصاد المصري، لدرجة انه كلنا بدأنا نسمع او كلنا سمعنا عن التقرير المسرب على بلومبرج من استغلال الرئيس الاسرائيلي لشراء ديون مصر، بمعنى انه عايز يشتري ديونك وبعد كده يقايض حضرتك على انه تفتح رفح للفلسطينيين، او هو اخد ديونك خلاص فهيكون حر في استعمال الديون دي باي طريقة ايا كانت. طبعا مصر رفضت ده تماما، كمان رفضت حكاية رفح او التعامل في معبر رفح كمان، او التعامل على رفح الفلسطينية. ودلوقتي طبعا احنا عارفين انه في اشتباكات وفي كلام كتير جدا، وفي كلام عن تعليق معاهدة السلام، والرئيس الاسرائيلي يعني اماله في الحتة دي خلاص خابت. ليه؟ لانه بمنتهى البساطة بصراحة يعني احنا لحد دلوقتي مفيش مرة واحدة جاء علينا قسط لأي كارد وما سددناش، الكلام ده في حالة تعثر، انت هتشتري ديوني ليه؟ انا ما تعثرتش، انا ما جاش عليا وقت وما سددتش، لو ده حصل لا قدر الله ممكن يكون لي الحق في التفاوض، لكن دلوقتي استحالة، ولا هو ولا أي دولة تانية ولا أي حد يقدر يشتري ديونك بما إنك منتظم في السداد. ولكن دلوقتي برضو لسه المشكلة زي ما هي، مشكلة الدولار. رجع تاني الكلام عن التعويم وبصورة صعبة جدا وكبيرة جدا جدا كحل وحيد لمشكلة الدولار، من رغم من انه في تسريبات انه من الصعب جدا يتم التعويم قبل رمضان، لانه شهر رمضان ده بيكون عبارة عن موسم كبير جدا للتجار المصريين، والنهاردة بدأ يوصل الدولار ل 63 جنيه من تاني. طيب المستورد بيجيب منين دلوقتي؟ بكل اسف بيجيب من السوق الموازية،
اللي بدأت تعلي عليه الأسعار بصورة كبيرة جدا، لدرجة إن المستورد بقى بيعاني أكتر من الأول. الاعتمادات اللي قال عليها البنك المركزي مش لكل التجار، كانت للتجار الملتزمين واللي الدولار بتاعهم بيدخل جوه البنك وبيخرج عن طريق البنك، لكن في تجار تانيين كتير جدا كانوا بيتعاملوا مع السوق الموازية. التجار دي دلوقتي ما زالوا بيتعاملوا مع السوق الموازية، حتى اللي البنك قال لهم انه هيفتح لهم الاعتمادات المستندية وهيوفر لهم الدولار، لحد دلوقتي ده لسه ما تمش، يعني الناس دي لسه ما استلمتش الدولار بتاعها، لكنهم برضو عدد قليل مش كبير. هما التجار إلى حد ما زي ما قال البيان بتاع البنك المركزي كانوا التجار الملتزمين، في تجار كتير جدا كانوا بيجيبوا من السوق الموازية. دلوقتي هو ما بياخدش دولار ب 63 ولا ب 64، بالعكس تاجر السوق الموازية علّى عليه السعر أكتر من كده بكتير جدا، وده طبعا هياخد حضرتك لارتفاع في الأسعار في الأيام اللي جاية. هتقول لي طيب ليه بيعلي عليه الاسعار؟ هو عايز يغلي علينا الاسعار؟ هقول لحضرتك لا خالص، بس هو دلوقتي بقى بيشتغل في ظروف اصعب من الاول بكتير جدا، في ظل الملاحقات الامنيه بتاعه الامن وبتاعه الحكومه اللي الحقيقه ضغطت عليهم ضغوط حلوه جدا جدا وجت بثمار كويسه جدا. على الاقل هو دلوقتي بيشتغل وهو خايف، فخوفه ده بيخليه شغال في بيئه مش امنيه، فهو خايف دلوقتي، فلما بيدي للمستورد الدولارات دي او بيبيع لاي حد دولار بيحاسبه على الارهاب اللي هو فيه او بيحاسبه على الضغط النفسي اللي هو فيه، وده طبعا اخد الدولار لارتفاع زي ما قلت لحضراتكم قبل كده وزي ما قابل لنا الخبير الاقتصادي المصري اللي كان مع احمد موسى. طيب دلوقتي احتياجات الدولار زادت اكتر لانه المستوردين دلوقتي بدأوا يجهزوا نفسهم لشهر رمضان المبارك، وكمان بدأوا يجهزوا نفسهم لفترة الأعياد. هو مش بيستورد شهر بشهر ولا يوم بيوم ولا أسبوع بأسبوع، بيستورد حاجات تلزمه رمضان وتلزمه للأعياد، تلزمه المواسم بعد كده، فبيستورد كميات كبيرة، فبدأ يكون في ضغط أكتر على السوق الموازية. السوق الموازية بدأت ترتفع لسببين، بسبب الضغط الزيادة ده، وبسبب الحاجة التانية إنه مش عارف لحد دلوقتي الحكومة المليارات بتاعتها جاية ولا مش جاية، شاعة ولا حقيقة، هتيجي ولا مش هتيجي. هيكون في دولارات كتير جدا هيقدر البنك المركزي يوفرها للناس وانا هبقى مش موجود، ولا انا مكمل زي ما انا؟ علشان كده هو كل يوم بيرتفع شوية علشان خاطر يختبر الأسواق، يشوف هل في دولارات هيتم ضخها في شرايين البنك المركزي وكمان في شرايين البنوك الرسمية ولا لا. علشان كده بدأت تاني المؤسسات الدولية والبنوك الدولية تتكلم عن التعويم، ولكن بقى فيه كلام غريب جدا جدا ما بقيناش نسمع، اللي هو الأول كنا بنسمع 35 40 45، دلوقتي هي كلمة واحدة بسعر السوق السوداء يوم التعويم. بمعنى إيه؟ بمعنى إنه خليه هيعوم النهاردة، النهاردة الدولار 63 جنيه، هيعوم النهاردة الصبح يبقى الدولار 63 جنيه في البنوك الرسمية. هل ده يعقل؟ ممكن جدا، كل السيناريوهات مطروحة، ولكن حقيقة زي ما قال الملياردير المصري نجيب ساويرس، هو ده السيناريو الوحيد وهو ده الحل الوحيد، وكمان قالته بلومبرج لما استطلعت للرأي اللي 10 من رؤساء البنوك المصرية والقطاع فيه القطاع المصرفي، رؤساء حاليين ورؤساء سابقين، قالوا الحقيقة برضو انه للأسف هو ده الحل الوحيد علشان خاطر تقضي تماما على السوق الموازية، تجذب كل تحويلات المصريين بالخارج، وكل دولار يدخل لمصر مش هيخرج من البنك تاني، وبكده البنك المركزي يكون استفاد بكمية الدولارات اللي موجودة دي، بل كمان بالعكس السوق الموازية هيروح يسلم كل الدولار اللي عنده، هيستنى يعمل بيه ايه او هيخليه عنده لإيه، وبكده تكون الضربة القاضية للسوق الموازية. في الأيام اللي جاية هنشوف هل هيتم اختيار الحل الصعب ده، هل البنك المركزي عنده حلول بديلة ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. ولكن بالنسبة لموضوع البريكس، هي الاستفادة الوحيدة هو بنك التنمية الصيني والاقتراض من بنك التنمية الصيني، ودي تعتبر أولى صفقات البريكس في على أرض مصر. أتمنى كده يكون الفيديو كان مفيد بالنسبة لحضراتكم، قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومة واحدة، وبنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومة واحدة يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس. إن شاء الله نتقابل في فيديو جديد، في أمان الله.